السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأيمان من صحيحه تحت باب من ندب: من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. يعني إذا حلفت على شيء ووجدت غيره أفضل منه كفر عن يمينك وافعل الذي هو خير. قال: حدثنا خلف بن هشام وقتيبة بن سعيد ويحيى بن حبيب الحارثي. ولفظ لخلف: قالوا حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله، أجئت أنا نفر من أنا ومجموعة من قبيلتي، وهي قبيلة الأشعريين قبيلة أبي موسى الأشعري، ليس الأشاعرة أصحاب الضلالة والبدعة، إنما هؤلاء أشعريون قبيلة أبي موسى الأشعري، نستحمله، أي نطلب منه أشياء نركبها تحملنا للجهاد في سبيل الله. نستحمله، نطلب منه أشياء تحملنا للجهاد في سبيل الله. فقال: والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم عليه، وما عندي ما أحملكم عليه، يعني ما عندي إبل تحملكم لكي تركبوها للغزو عليها، ولا عندي فرسان، ولا عندي شيء أحملكم عليه. وحلف على ذلك: والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم عليه. قال: فلبسنا ما شاء الله، ثم أوتي بإبل فأمرنا بثلاث زود غر الذرة، غر الذرة الغر الأبيض، منه قوله قضى النبي عليه الصلاة والسلام بغرة عبد أو أمة، يعني عبد أبيض أو أمة بيضاء، غر الذرة، ذرة السنام، يعني ثلاث إبل غر الذرة، يعني سنامها أبيض، سنامها أبيض. فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا لبعض: لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، أن أطلب منه أشياء نركبها للغزو، فحلف أن لا أحملنا، ثم حملنا، فأتوه فأخبروه فقال: ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. والذي قال لزوجته مثلا: والله لأضربنك، وهي مظلومة أو ليست مظلومة، وأراد أن يعدل عن هذا لأنه رأى الخير في غير ذلك، لا يضربها بل يكفر عن يمينه ويتركها. الذي قال: والله لا أصل رحمي، لا 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 ينفذ اليمين بل يكفر عن يمينه ويصل الرحم. قال: حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني وتقاربا في اللفظ. قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله لهم الحملان أن يحملنا على إبل، إذ هم معه في جيش العسرة، وهي غزوة تبوك، يعني كان النبي متجه لغزوة تبوك مسافة بعيدة من المدينة. فقلت: يا نبي الله، إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم، أي لتأتينا ببعير أو فرسان تحملنا. فقال: والله لا أحملكم على شيء، ووافقته غضبان ولا أشعر، فرجعت حزينا من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مخافة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد في نفسي علي. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي: أي عبد الله بن قيس؟ فأجبته، فقال: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذ هذين القرنين، أي البعيرين المقرون أحدهما بصاحبه، وهذين القرنين لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد، فانطلق بهن إلى أصحابك، يعني اشترى الرسول ستة أبعر من سعد، قال: انطلق بهن إلى أصحابك، فقل إن الله أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن.
قال أبو موسى: فانطلقت إلى أصحابي فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء، ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألته لكم، ومنعه في أول مرة ثم إعطاؤه إياي بعد ذلك. يعني يظن أن النبي نسي اليمين. لا تظن أني حدثتكم شيئا لم يقله؟ فقالوا لي: والله إنك عندنا لمصدق، ولا نفعلن ما أحببت، لكن هنسمع كلامك ونأتي إلى الرسول. فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه إياهم، ثم أعطاهم بعد، فحدثوهم بما حدثهم به أبو موسى سواء. يعني أن النبي حلف ألا يحملهم ثم حملهم، ومن ثم سيكفر عن يمينه، ولا شيء في ذلك، والله أعلم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.